وللحديث عن أزمة الجفاف التي يواجهها العراق وتراجع زراعة رز العنبر ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من المثنى الخبير بالموارد المائية والزراعية الدكتور علي حنوش. حياكم الله دكتور علي. أهلا وسهلا عزيزي. حياكم الله دكتور علي. لأول مرة كما تعلم في العراق زراعة رز العنبر باتت مهددة، لا سيما في محافظة النجف بسبب جفاف الأنهار. ما هي العوامل التي أدت لحدوث ذلك؟ طبعا العراق الحقيقة ممكن نقول القرن العشرين كله شهد جملة تغييرات متواصلة على امتداد قرن كامل من دون أن تدرس وتبدأ الحكومة تضع استراتيجيات متوازنة لحماية الموارد الطبيعية بالدرجة الرئيسية، سواء كان الموارد المائية أو الموارد الطبيعية الأخرى. لذلك يعني محصلة قرن كامل من التدهور والتراجع المستمر، وخصوصا في الموارد المائية اللي بدأت تقريبا من السبعينات القرن الماضي وتواصلت حتى هذا اليوم. نرى أنه المحصلة أن العراق فقد ما يزيد على 50% من المسطحات من الموارد المائية، خصوصا بالمسطحات المائية وحتى في المياه الجوفية. العراق خسر حوالي 20% من مساحته الجغرافية من الأراضي في الأراضي الصالحة للزراعة. المراعي تراجعت قدرتها في تأمين الاحتياجات الغذائية للحيوانات بنسبة 70%، وأصبحت لا تغذي أكثر في أفضل حالاتها 10-15%. الأراضي الغابات تراجعت، اللي كانت نسبتها 4% من المساحة الجغرافية تراجعت إلى أقل من 2 بالألف، وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية، ومع التحسن الجزئي والنسبي هو في الإقليم اللي نشط في الحقيقة في نشر وحماية الغابات في المناطق الجبلية. حقول إيجار النخيل تراجعت في العراق خلال القرن الماضي بنسبة حوالي 60%. هذه العوامل كلها ويضاف لها العقدين الماضيين اللي هو أيضا استمرار لحالة التدهور، تعكس المسؤولية الكبرى لإدارة الدولة اللي لم تعتني بعمليات التنمية بشكل عام، وبالأخص تنمية الموارد المائية وحمايتها، وتنمية الأمن الغذائي وحمايته يعني كحاجة ضرورية يومية للمجتمع. دكتور علي، يعني هنا نتحدث وكأنه ليس في العراق شيء اسمه وزارة الزراعة. أين هي وزارة الزراعة من كل ذلك؟ بالضبط. نعم، وزارة الزراعة تحولت من وزارة إنتاجية إلى وزارة خدمية، وفي الواقع هي خدماتها تكاد تكون تقترب من الصفر. يعني الدوائر الزراعية لا تقدم إلا خدمات محدودة، في أفضل الأحيان أن تستقبل المنتوج وتدفع قيمته إلى المزارعين وإلى الفلاحين بأسعار مقبولة إلى حد ما، بس هذا لا يكفي في بلد بأمس الحاجة أن الحكومة وزارته تتدخل في كل ما يتعلق بالمشاكل الزراعية، لأن الزراعة أصبحت عملية معقدة وصعبة تحت تأثير المتغيرات، تأثير العوامل المناخية والمتغيرات في الميادين اللي تحدثنا عنها والأرقام اللي أشرنا لها. فوزارة الزراعة في الحقيقة لا تقدم شيئا ملموسا فيما يتعلق بحماية التنمية. الزراعة في العراق تحت بأمس الحاجة إلى خطوات جدية، إلى أولا استراتيجية جدية ترتبط بجهاز علمي وفني يساعد على إعادة النظر في التركيب الزراعي بالعراق. يعني دعني أقول من الناحية الأخرى أنه زراعة الشلب ضمن الاستراتيجية اللي أنا أتحدث عنها والخبراء الآخرين يتحدثون عنها، تصبح زراعة الشلب زراعة عقيمة صعبة الإنتاج، لأنه الشلب يحتاج إلى كميات هائلة من المي، ويعني الطن الواحد اللي ينتج ربما يراد له
مئات الأطنان أو مئات الأمتار المكعبة من المياه، وهذا القيمة الاقتصادية تصبح المعادلة غير اقتصادية. صحيح الفلاحين يتضورون من هذا الوضع وتعودوا على هذا الإشكال، وأيضا العتب على الحكومة. الحكومة بأمس الحاجة إلى إعادة النظر في التركيب المحصولي، لأنه العوامل الأساسية اللي كانت قبل 100 سنة تغيرت بالكامل، فيحتاج إلى إعادة النظر في التركيب المحصولي. نحتاج إلى استراتيجية جديدة تبحث لنا أي الأشجار، أي الزراعات، أي النباتات، أي أنواع من الرز اللي ممكن يتحمل ظروف حياة أو عوامل شديدة التطرف، من جانب ومن جانب الآخر أن تحتاج مياه قليلة حتى ممكن أن تنتج اقتصاد. طيب دكتور، للرز وللعوائل، تحمي نعم هذه الأسر والعوائل. دكتور من ضور دكتور الجوع علي والبطالة والهجرة. دكتور علي، من الواضح أن هناك إهمال للقطاع الزراعي في العراق. برأيك وبحسب تقديرك، هذا الإهمال سببه أن الحكومة تتجه للاعتماد أكثر على الاقتصاد الريعي القائم على النفط فقط، ولربما استيراد ما يحتاجه العراق من الخارج، أم أن الأمر قد يكون وراءه فساد؟ في الحقيقة الواقع الحال الاقتصاد الريعي هو السائد منذ عقود طويلة في العراق، وهو أحد نتائج إهمال الزراعات بشكل عام، إهمال شجرة النخيل، إهمال كل الأراضي الزراعية من أن تحرث وتهيئ بشكل سليم لحقول الإنتاج الزراعي، التوجه نحو قطع الاعتماد على استيراد المواد الغذائية. موضوعة الأمن الغذائي تعتبر واحد من أهم المواضيع الحيوية لحياة الناس والمجتمع المحلي، في حين العراق قدرته على تأمين الأمن الغذائي يكاد يكون أقرب للصفر أيضا بسبب ضعف مساهمته، والاعتماد الكلي هو على استيراد الاحتياجات الغذائية اليومية للمواطنين العراقيين. فإذا نحن أمام نظم متواصلة تهمل شيء اسمه قطاع زراعي، تهمل شيء اسمه الاستراتيجية لحماية الموارد المائية، تهمل شيء اسمه حماية المنتوج الزراعي والموارد الطبيعية واهتمام بها وتنميتها. فإذا نحن أمام معضلات كبيرة نحتاج إلى ثورة في الحقيقة، ثورة تبدأ بإعداد استراتيجيات، أولها استراتيجية حماية الموارد المائية والتفاوض مع الدول المجاورة وتأمين حقوق الموارد المائية من دول الجوار. نحتاج إلى زراعة متطورة تعتمد بالدرجة الرئيسية على الاستشارات العلمية، إيجاد مراكز أبحاث جدية. ليش العراق خالي من مراكز الأبحاث العلمية اللي تخص الزراعة وتخص الموارد المائية؟ في حين في الستينيات والسبعينيات كان هناك مراكز أبحاث هائلة، يعني حوالي 17 مركز بحث علمي في العراق. الآن خلى العراق من كل المراكز العلمية البحثية اللي تبحث في البدائل، بدائل النوعية الزراعة اللي الآن أصبحت غير مناسبة للتغيرات المناخية. نعم، هذا كل هذه العوامل تحتاج إلى نظام جديد، عقلية جديدة. مع الأسف خلال نصف القرن الماضي لم تتوفر هكذا نموذج. نعم، إذا وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من المثنى الخبير بالموارد المائية والزراعية دكتور علي حنوش، شكرا جزيلا لك.